أجمعين. نحن في بحث المساء بدأنا بمجالس التربية والتوجه إلى الله عز وجل من طريق السلوك. لمن أراد سلوك طريق الإيمان وسلوك معرفة الإيمان، وأخذنا في الدرس السابق طريق الوصول إلى الله كيف يكون، واليوم نبدأ بأول خطوة من خطوات طريق الوصول إلى الله. طريق الوصول إلى الله طريق سهل، فيه اللذة وفيه الشوق إلى الله، وكل إنسان يتقرب بحسب حاله بحسب استعداده. ويمكن للإنسان إذا سلك الطريق المستقيم أن يصل إلى الله بخطوة واحدة، ولعل إنسان يبقى 60 سنة في طريق الذكر والسلوك ولم يحصل الأنس بالله أو التقرب إلى الله. فالإنسان الذي يطلب، الطالب تهون عليه كل الصعوبات للوصول إلى ما يطلب. فالمريد الطالب لحضور القلب مع الله ولمعرفة عظمة الله ولسلوك طريق الإيمان الكامل، لا بد له من أن يبذل بعض الجهد ليحقق الوصال. فأول الطريق لا بد للإنسان إذا أراد الدخول على أحد من الأكابر، لا بد له أن يغتسل أولا ويلبس الثياب الجيدة. هذا قبل اللقاء، بده يغتسل ويلبس الثياب النظيفة حتى يدخل ويلاقي ويجالس أهل فضل أو أهل الكبراء. فنحن في طريقنا، طريقنا نطلب فيه الوصال لمحبة الله، للتقرب إلى الله، لحضور القلب مع الله، لنستشعر عظمة الإسلام ونعلم علوم القرآن ونتفقه بتفقه أحكام الشريعة المطهرة، لعلنا نتذوق من حلاوة الإيمان ما يجعل الله أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ الشديد. وهذا هو الإيمان المطلوب. فأول الطريق لا بد من التطهير، وتطهير السلوك للوصول أوله يبدأ بالتوبة. فنبدأ طريقنا بالتوبة إلى الله عز وجل. والتوبة، لا تظن أن التوبة فقط من الذنوب والخطايا. هناك يتوب الإنسان إن كان عاصيا بشرب خمر أو معصية أو أكل حرام، فيتوب من ذلك بأن يترك ما هو عليه. أما التوبة التي نسلكها اليوم توبة جديدة، هذه التوبة فيما بينك وبين الله، التوبة التي هي تطهير الروح، تطهير القلب، تطهير الشعور مما سوى الله. أن تطهر قلبك من محبة السوى، وتطهر نفسك
من تعلقها بالهوى والشهوات. وأعظم الذنوب التي يقع فيها الناس الغفلة عن الله، هذا الذنب الذي لا يفكر به أحد من الناس، لا المصلين ولا تالين القرآن ولا طلاب العلم، ما بيفكر بالتوبة من الغفلة، مع أن الغفلة هي سبب كل حسرة، كل زلة، كل خطيئة سببها الغفلة عن الله. لا يمكن لإنسان أن يفعل زلة إلا عند غفلته عن الله. أما هل يمكن لذاكر أن يشرب الخمر؟ هل يمكن لذاكر أن يقع في معصية من فاحشة أو زنا؟ لا يفعل الخطيئة إلا الغافل عن الله. فالغفلة شر بلية على الإنسان، وأعظم خطيئة يرتكبها الإنسان. فحتى يتوب الإنسان من الغفلة، أولا يجب أن ينظر أنك تريد مجالسة الله، ومجالسة الله مجالسة عظيمة لا يجوز أن تجمع معها محبوب آخر. مجالسة الله مجالسة الحب، ومن أحب الله لا يدخل في قلبه محبوبا سواه، فالقلب لله وحده. فإن أدخلت محبوبا لقلبك غير الله فقد أشركت بحبك لله، والله إله واحد لا شريك له. فالقلب هو البيت لمحبة الله وحده، القلب هو الإناء الذي يمتلئ بنور الله وحده. فيجب أن يتفرغ القلب لله تفرغا كليا، فلا يميل إلى أحد ولا يلتفت إلى أحد. وإن خطر لباله شيء من غفلة أو انشغال أو التفات عن الله، فلتذكر دائما، تذكر أن المؤمن لا ينظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر مع من أذنبت. لا تنظر إلى صغر الذنب، بل انظر إلى عظمة الله الذي فعلت الذنب وهو يراك. هذه النقطة لازم ينتبه إليها المريد انتباه كلي. أنت تريد التقرب إلى الله، فإذا ما بده يدخل في قلبك غير الله. فإذا النفس حدثتك بشيء هذا من الغفلة، فإذا حدثتك بميل عن الله أو انشغال عن الله أو التفات عن الله أو ميل إلى الدنيا إلى الهوى، فاعلم أنك في أعظم ذنب ارتكبته. لو سألنا أي الذنبين أعظم، شارب الخمر أم الغافل عن الله، أيهما أعظم؟ شارب الخمر بعد ما بيرفع الكاس إذا قال أستغفر الله وأتوب إليه غفر الله له، بيصحى بعد السكرة بيصحى. أما الغافل عن الله يقع في الذنوب والخطايا والمعاصي ولا يفكر، ما بيجي لباله، لا يصحو. لذلك قال أهل الله رضي الله عنهم، قالوا شارب الخمر يصحو بعد سكرته، وشارب الحب طول العمر سكران. فإذا كان حب الدنيا، حب المرأة، حب المال، حب الشهوة، حب اللذة، هذا لح يتم سكران كل حياته، وخاصة حب الدنيا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذنب عظيم لا يسأل الناس الله منه المغفرة،
ذنب عظيم لا يسأل الناس الله منه المغفرة. حب الدنيا، حب الدنيا، ما حدا بيستغفر من حب الدنيا، ما حدا بيستغفر من الغفلة. فهذا أعظم ذنب يرتكبه الإنسان. فإذا ليس الذنب وقوعك بالخطأ، لكن الذنب نسيانك لله. فالذنب الأكبر هو أن تنسى الله. ما أن تفعل فعل الخطيئة تعاقب عليها، لكن لولا غفلتك عن الله لما وقعت في الخطأ. فلو كنت ذاكرا لله لما فعلت خطأ. فلذلك الذاكر هو الذي دائما يفكر بالله، دائما يفكر بأن الله شهيد عليه، وأن الله مطلع عليه، وأن الله لا تخفى عليه منك خافية. لما بتدخل للحمام وحدك، لما بتنام بالفراش، لما بتكون في البيت وحدك، لا تظن أنك وحدك. وإذا واحد قال لك مين في معك، تقول له والله ما في حدا. لا يا ابني، هذا خطأ. قل الله معي، الله معي. لما بتكون وحدك في بيتك، في فراشك، في الحمام، في السوق، الله معي. فإذا لاحظت أن الله معك تستحي منه أن يراك على خطأ. كيف لو كان أمامك رجل صالح، لو كان أمامك رجل صالح، قدر أن الشيخ معك في البيت، هل يمكن أن تخطئ الخطيئة التي ترتكبها؟ ممكن؟ لا. وإذا كان دخلت تتغسل والشيخ واقف على باب الحمام، يا هل ترى بتفكر بعمل خطيئة والشيخ عم ينتظرك؟ ممكن؟ لا. فكيف وهذا عبد الباب المسكر بيحجبك عنه؟ أما الله فلا يحجبه عنك حاجب، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يراك في بيتك وفي سوقك وفي عملك، لا تخفى عليه منك خافية. فكيف تستتر عن الله؟ كان بعض الشيوخ عنده اثنين من المريدين، اثنين، فكان يحب واحد أكثر من الثاني. فالإخوان أخذوا على خاطرهم، عنده الشباب أخوان لكن هذول اثنين مقربين، فالإخوان أخذوا على خاطرهم، ليش الشيخ بيحب فلان أكثر منا؟ كلياتنا بالهوى سوا، كلنا قاعدين عنده. فالشيخ شعر على حال الإخوان أنه عم بيحسدوا هالأخ وغيرانين من الأخ. فالشيخ بده يعرفهم أنه ما كل الناس بتنحب بمحبة واحدة. فقال لهم الشيخ، قال لهم يا ابني بكرة جاي على بالي اتغدى أنا وياكم سوا، لكن على أساس كل واحد بيدبح جاجة أو ديك، لكن بمحل ما حدا يشوفه فيه. كل واحد بيجيب لي جاجة مدبوحة، لكن شرط محل الدبح أن لا يراه أحد. بكرة الساعة 11 منكون ننتفن ومنطبخن ومنتغدى سوا. اجوا الأخوان تاني يوم الساعة 11، كل واحد جايب الديك والجاجة مدبوحة بكيس. ايه بابا انت احكي لي وين دبحته؟ قال لي والله يا سيدي نزلت على الابو وسكرت الباب ما في حدا ودبحته وجبته. الله يعطيك العافية. وانت؟ قال لي والله سيدي طلعت على الاسطوح، على الاسطوح سكرت الباب دبحته. وانت؟ قال لي والله يا سيدي بالحمام. كل واحد دبحه بمحل. يلي الشيخ بيحبه جايب الذيك حي. طيب، قال له ابني انا ما قلت لك بتذبحه؟
جيبه ده ليش جايبه غير مذبوح؟ قال له سيدي انت شرطت علينا انه نذبحه في مكان لا يرانا فيه احد. قال له دخلت الحمام فرأيت الله معي، دخلت لأبو رأيت الله معي على السطح على الأوضة، فأينما دخلت رأيت الله معي. ما تحقق الشرط اللي أنت طلبته؟ أنت طلبت أن لا يراني أحد. قال لي يا ابني عرفتوا ليش أنا بحبه أكثر منكم؟ لأنه لا يغيب عن الله في حياته أبدا، فهو دائما مراقب أن الله معه. هذا اللي بينحب يا ابني، ما بينحب الغافل. فليش الشيخ بحب فلان؟ انه شايفه في حضور دائم مع الله. فاذا كان انت بدك تصل ولا بد، بدك اول كل بدك تتوب الى الله. التوبة واعظم الذنوب حب الدنيا والغفلة. واقول لكم يا اخي لا تنظر الى صغر الذنب، لا تنظر إلى صغر الذنب، وانظر مع من أذنبت، بين يدي من ارتكبت الذنب. وكلما استصغرت ذنبك عظم عند الله. أنت بتشوف ذنبك صغير، أما عند الله عظيم. وكلما استعظمت الذنب كان عند الله صغيرا. فاللي بيعمل عمل بشوفه كبير كتير، شلون انا هيك عملت؟ بيبكي وبيقشعر بدنه وخايف على نفسه، شلون انا ارتكبت هيك الذنب؟ فلما بتستعظم الذنب عند الله ذنبك صغير يغفر. وانظروا ان الرجل الذي اتى الى النبي عليه الصلاة والسلام وشايف ذنبه قديش عظيم، ذنب كبير، نبي قال له ذنبك أعظم أم الدنيا؟ قال له ذنبي أعظم، أعظم من الدنيا. قال له ذنبك أعظم أم السماء؟ قال له ذنبي أعظم من السماء. قال له ذنبك أعظم أم السماوات السبع؟ قال له بل ذنبي أعظم. شو هالذنب هذا؟ أعظم من السماوات السبع وأعظم من الأراضين السبع. فالنبي قال له ذنبك أعظم أم العرش؟ عرش الرحمن. قال بل ذنبي أعظم، أعظم، وعم يبكي خايف. فقال النبي له ذنبك أعظم أم الله؟ أنو أعظم؟ قال الله أعظم. قال له اعود لنشوف شو الذنب تبعك يلي أنت شايفه، شو هالأعظم يعني؟ أعظم من السماوات والأرض والعرش، شو هالذنب؟ قال والله يا رسول الله ماشي في الطريق وإذا بامرأة ماشي قدامي، فأجا حجر رفع ثوبها فشفت العقب تبعها، العقب آخر الرجل يلي نحن بنسميه كعب، هذا شو اسمه؟ عقب. قال له فوقع بصري على عقب امرأة. الله يرضى عنه. هذا نحن زمننا هلا ما هو ذنب هذا، عم يشوف افخاد الواحد. ما هي يعني مصيبة. هذا شاف العقب، شاف الذنب بهالعظمة. ما يكون بزماننا بيقتل حاله من اول يوم، ما بيحسن يعيش. ذنب عظيم عقب الرجل. فلما استعظم الذنب انزل الله مغفرته بامر بسيط، خفف له المحاية. قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال النبي له قم فتوضأ وصلي ركعتين يغفر الله لك ما وقع عليه بصرك. استعظم الذنب فالله صغر له محاي. لكن لما انت بتشوف ذنبك صغير شو عملت انا؟ استغفر الله واتوب اليه. ذنبك مع مين عملته؟ مع الله. فلذلك هالذنب كبير عند الله، فلازم دائما تستعظم ذنبك، لان الذنب
فعلته ورب العزة يراك. فما فعلته لحالك، ما انت في بيتك لحالك، معك الله. الله مين؟ الرازق الذي رزقك، الذي خلقك، الذي عافاك، الذي أطعمك، الذي أحياك، الذي أوجد فيك العين والسمع والبصر. الله خالق السماوات والأرض يراك وأنت على الخطيئة. الله أكبر. لذلك كيف تمحو هذه الخطيئة؟ كيف تغفر هذا الذنب؟ كيف تمحو هذه النقيصة؟ فليس لك إلا أن تتوضأ وضوءا صحيحا، وتقبل على الله إقبالا صحيحا، مستغفرا، تائبا، نادما، طالبا من الله العفو والمغفرة، وتصلي ركعتين التوبة، وتعاهد أن لا تعود لمثلها. فإن فعلت ذلك فأنت تائب. نرى الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للتابعين، الصحابة اللي جالسوا النبي، التابعين جالسوا الصحابة، ما شافوا النبي لكن قعدوا مع الصحابة، فالصحابة عم يقول لهم: كنا نعمل أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر. أنت بتشوفها أصغر من شعرك، شعرها ما لها قيمة. كنا نعدها في زمن رسول الله من الكبائر، من الذنوب العظيمة كنا نعتبرها. أنتوا بتشوفوها بعيونكم قديش؟ قد الشعرة. لحنا شو كنا نشوفها؟ من الكبائر، يعني التي توجب عذاب النار للإنسان. فوين الصحابة؟ وين التابعين؟ وين التابعين؟ وين تابع التابعين؟ وين لحنا؟ وين صفينا لحنا؟ فإذا كان التابعين كان يعملوا الذنوب الصغيرة لقوها صغيرة، الصحابة كانوا يشوفوها كبيرة. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، يقول الله تعالى في الحديث القدسي، قال عليه الصلاة والسلام: أوحى الله إلى بعض الأنبياء، أوحى الله إلى بعض أنبيائه: لا تنظر إلى قلة الهدية. واحد جاب لك مسبحة، لا تنظر إلى قلة الهدية، وانظر إلى عظم مهديها. هالريق بتمك هذا شيء صغير قليل، لا تنظر إلى هالبسق بتمك، لكن من الذي هداك إياها؟ لولا هالبصاق ما بتحسن تحكي، ما بتحسن تبلع اللقمة. لولا هالبصاق دائما ساف حلقك شو بيكون؟ مثل الخشبة. فمين خلق لك هالشيء الصغير؟ لا تنظر إلى قلة الهدية، وانظر إلى عظم مهديها، ولا تنظر إلى صغر الذنب والخطيئة، ولكن انظر إلى كبرياء من واجهته بها، كبرياء من واجهته بهذه الخطيئة. إذن خطأنا كبير، عم نرتكب ذنوب كبيرة. الشباب والكبار والصغار بدنا نتقرب إلى الله. يا هل ترى إذا عزمناك على العرس بتروح بأواعي الشغل؟ شو رأيكم؟ بأواعي الشغل بيروح؟ تروح بأواعي العمل؟ تروح بتغسل وبتلبس أحسن الأواعي؟ بدك تتقرب إلى الله. القرب إلى الله ما بالجسد، القرب إلى الله بالقلب بالروح. فالروح يا ترى طاهرة ولا وسخة؟ نقية صافية ولا ملوتة نجسة؟ بماذا تقابل الله؟ اخواني والله كلياتنا، كلكم صحابين ذوق، بزمتكم انتو كلكم بالجامع،
هالكاسة لو كنتش آكل بيض وشربان منها شو بيطلع ريحتها؟ زنخة. إلك قابلية تشرب منها قبل ما تغسلها؟ احكوا بزمتكن في إلكن قابلية؟ طيب وإذا كانت الكاسة شربان فيها عصير تفاح وبدك تشرب مي، بتحب تحط المي فوق عصير التفاح ولا بتغسلها؟ تغسلها، ما انه العصير طاهر. فكيف اذا كان القلب يا ابني نجس بمحبة الاغيار، بمحبة الهوى والشهوات، شلون بدك تحط فيه نور الله المقدس، نور الله المطهر، بدك تحطه بقلب منجس؟ بدك يا ابني تقوم وتغسل، تغسل ذنوبك. اول شيء استكبرها، استكبر ذنبك، شلون عملت هيك انا؟ كيف فعلت هذا؟ خطأ، غفلة. طيب هذه الغفلة كيف لازم نشوفها؟ إذا في إيمان بتحس. يلي بحس بالخطيئة مين؟ المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه، جبل على صدره. قديش بحس بيتقل، ما بقى يحسن يتنفس، جبل على صدره، يخاف أن يقع عليه. إذا قاعد تحت الجبل وخايف يسقط، شلون قعدته؟ عم يرجف وراء مرعوب خايف. هكذا المؤمن إذا وقع في الخطيئة، المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه. والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه، دبانة وقفت على مناخيره فأطاره كشهي. وشو عاملين؟ شو عملنا؟ وشو ساوينا أخي؟ كش الدبانة كأنه ما في شيء. هذا سمعتوا الحديث؟ كل واحد منكم بزمتكن حط إيده على قلبه ويشعر، هل هو مؤمن ولا منافق بالذنب؟ عم تشعر بذنبك كجبل ولا مثل الدبانة وكشيتها وشو عملنا؟ من هون بتعرف حالك، هل أنت على الإيمان؟ فبدنا نتقرب إلى الله، فاللي بده يتقرب يا ابني إلى الله بده يتوب من الذنوب، من الخطايا، من التقصير. وبين تائب وتائب في أمور كثيرة بعيدة، يقول شتان بين تائب، بين تائب وتائب. تائب يتوب من الذنوب والسيئات، وتائب يتوب من الزلل والخطيئات، وتائب يتوب من رؤية الحسنات والطاعات. كل واحد توبة، الأولاني تاب من إيش؟ الأول تاب من الذنوب والسيئات، المعاصي، الغفلات، واقع بأشكال من المعاصي، ذنوب عديدة، سواء كانت ذنوب اللسان أو كانت ذنوب اليد أو كانت ذنوب الشهوة أو كانت ذنوب الغفلة. هذا أول واحد، هذا تاب، هذا حال العوام، التوبة من الذنوب والخطيئة والسيئات. الثاني سلك مسلك الإيمان فصار يتوب من الزلل. الزلل زحليقة صغيرة، زحليقة بدون إرادته، نظر نظرة، حكى كلمة، بيتم بيعاتب حاله، بيستغفر الله كيف حكيت الكلمة، كيف نظرت هالنظرة، كيف قصرت، أقام الصلاة وأنا قصرت. هلا منين بيقيموا الصلاة وجماعة واقفين عم بيحكوا؟ لك الصلاة أقيمت، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، فشلون إذا حكي واقفين عم بيحكوا وأقيمت الصلاة؟ هذا لسه ما زاق الإيمان، هذا ما زلال، هذا خطيئة كبيرة. مجرد ما يقول الله أكبر، لو كنت عم تصلي السنة تقول السلام عليكم ورحمة الله، بدك تقتدي بالجماعة. أما واقف عم تحكي والإمام وقف بالصلاة فهذا ذنب كبير. فالنوع الثاني مؤمن تاب من الزلل
والخطيئة. أخطأ خطأ بسيط كان ما لازم يعمله ففعله. أما النوع الثالث تاب من الحسنات والطاعات، عمل طاعة، صلى بعد الصلاة، شو عم نقول؟ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، حي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات. لشو كنت أنت معصية؟ عم يتوب حتى من طاعته، لأنه طاعته ما بلغت الكمال. لو حطيت صلاتك قدام صلاة أولياء الله شو بتطلع صلاتك؟ ولو ارتقينا حطينا صلاتك قدام صلاة الصادقين الصديقين شو بتطلع الصلاة؟ ولو رفعنا العيار حطيت صلاتك قدام صلاة النبي عليه الصلاة والسلام شو بتطلع؟ ما له وزن، ما له مكانة. فبتستغفر لأنه ما بلغت الكمال. فلكونك بعبادتك وصلاتك ما بلغت الكمال تستغفر الله من النقص الذي أنت عليه. فهذا هي توبة وهديك توبة. هذاك عامل خطأ وزلل، الثاني عمل ذنوب وسيئات، أما هذا عمل طاعة وعبادة لكن شافها ما كاملة فاستغفر الله من نقصها. صام قبل الإفطار أستغفر الله وأتوب إليه. ليش؟ قال لعلي تكلمت كلمة، لعل قلبي غفل عن الله، لعلي شغلت عن الله، فعم بستغفر لعل أن يكون الصيام كاملا. فقديش في فرق بين هي التوبة وبين هذه التوبة يا ابني. فهذا كل لذلك قد علم كل أناس مشربهم وكل يتوب على قدر علمه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع الخادم تبعه يجيب له شوية حليب، فجاب له شوية حليب، أخذ سيدنا أبو بكر الكأس وشرب، ما شرب أول مصة، حط الكأس، قال أحسست بظلمة في قلبي. ظلمة شلون يعني؟ شلون حس بالظلمة في قلبه؟ يعني مراية قدامه كشفت له. نادولنا الخادم، اجى الخادم قال له منين جبت الحليبات؟ قال له والله تكهنت، يعني لعبت بالرمل، عمل حاله بيعرف بالرمل بالسحر، فأعطوني حلوانا فاشتريت لك به لبنا، جبت لك فيه الحليب. إذن المال شو حكمه؟ حرام. الحليبات شو صاروا؟ إذن إحساس أبو بكر صحيح؟ شو هالإيمان اللي حس بأول نقطة شربها؟ حط إصبعته وتآية، أعطوني كاسة مي، شرب رد حط إصبعته وتآية، رد شرب وتآية، حتى غسل آثار الحليب ورفع يديه وقال اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. لسه ما حلت امتص شيء العروق. هذا ايمان يا ابني، هذا ايمان. ويلي عم يحط اشكال الوان ومن حلال ومن غير حلال وعم يدق، هاد مثل هاد يا ابني؟ المراية الصافية غير المراية المعكرة، والتوب الأبيض غير التوب الأسود. فبدك تصير من أهل الصفاء، من أهل الكمال يا ابني، بدك تسلك مسلك أهل الله، مسلك الذاكرين، المسلك الذي هو مسلك المراقب لله. فيا ابني احفظوا مني بعض الحكم اللي بحكي لكم إياها. احفظوا بعض الحكم تنتفعوا فيها. يا ولدي كما أن الثوب الوسخ لا يصلح أن يقدم للملوك هدية. ممكن ثوب وسخ نقدمه هدية لملك؟ ممكن. كما أن الثوب الوسخ
لا يصلح هدية للملك، كذلك القلب المظلم لا يقبله الله إناء لأنواره. القلب المظلم لا يقبله الله إناء لأنواره. أنوار الله يا ابني مقدسة، أنوار الله عظيمة، تجي تحطها بقلب مظلم متنجس. هلا أكتركن يا ترى متنجس ولا طاهر؟ رح أسألكن سؤال ما بدها، وكل واحد منكم بيحاسب حاله. الكذب طاهر أو نجس؟ شو رأيكم؟ الكذب طاهر ولا نجس؟ نجس، ينجس الروح وينجس اللسان. الغيبة طاهرة ولا نجسة؟ نجسة، تنجس اللسان وتنجس القلب والروح. عم تكذب انت ولا ما عم تكذب؟ عم تحكي على فلان وفلان ولا ما عم تحكي؟ فانت يا ابني عم تنجس لسانك وعم تنجس قلبك. شلون بتحط اسم الله الطاهر المقدس تجري على لسانك وقد جرى على لسانك النجاسة؟ بصحك؟ لا يذكر بلسانه إلا الطاهر. فطهر لسانك من الغيبة، طهر لسانك من الكذب، ثم اذكر الله. أما لسان ملوث بنجاسة تذكر فيه اسم الله الطاهر المقدس، هي خطيئة يا ابني، عم ترتكبها ومعصية. فبدك تتوب إلى الله عز وجل من هذه الخطيئة والمعصية. فما يتعلق قلبك يا ابني بغير الله. ورد أن سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه أراد النوم فوضع حجر تحت رأسه، حجر لبني تراب حتى تحت رأسه لحتى ينام. فأتاه الشيطان فقال: يا روح الله، أنت الذي تظن أنك من الزاهدين؟ أنت بتظن أنه بتحب الله وزاهد بالدنيا؟ نومك على الحجر هذا، هذا نعيم، فكيف لجأت إلى نعيم الدنيا وأنت تزعم أن قلبك مع الله؟ يعني إبليس نبهه أنه هذا خطيئة، هي يعني بده الله ما بينام عليه. فمسك الحجر ولحش له، قال له خذها، الله لا يبارك لك بهالدنيا، إذا هذا من الدنيا خذها. فهيك اعتبرت. فقديش الأنقياء والأصفياء قديش حريصين على طهارة أرواحهم. فيا أحبابي، حتى نتطهر من هذه الخطايا لا بد لنا أولا أن نعلم أن الذنوب التي نرتكبها الله شاهد علينا. أول وحدة، اعلم أن الله شاهد عليك. فإذا كان شاهد فالتجئ إليه، التجئ إليه بالندم، بالتوبة، بالاستغفار. ارجع إلى الله في ليلك ونهارك وقل: يا عظيم يا عظيم. هذا خاصة في شهر رمضان، هذا الدعاء يدعى في شهر رمضان عند الإفطار. يا عظيم يا عظيم يا رب العرش العظيم، اغفر لي الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت يا عظيم. ادعي هالدعاء، اطلب من الله المغفرة حتى يغفر الله لك هذه الخطيئة. وأن تكون دائما مراقب لله. احنا لما منشوف الله شلون عم يحاسب الأنبياء، الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد خلق الله عبس عبسة في وجه أعمى، والأعمى ما شافه،
شاف النبي لما عبس ما شافه، يعني عبسة النبي ما كسرت خاطره لأنه ما شافه، لكن الله ما تركها، أنزل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كم مليون مسلم بيقرأ هالآية هي، فعتاب على حط العقد شوي بوجه أعمى. سيدنا سليمان صلوات الله وسلامه عليه كان على بساط الريح راكب، يعني طيارة بوينك 747 راكب طيارة وطاير، فنظر إلى ثوبه فأعجبه، لابس أواعي حلوة، طلع والله يعني شيء راكز يعني، فما أتم نظره إلى ثوبه حتى سقط بساط الريح على الأرض، الريح هبطت به على الأرض، فقال الريح ما لك كيف تفعلين هذا بغير إذني، أنه مفتاح معه شلون بتنزلي من غير ما أنا أذن لك، طاير مسافر تنزل بالأرض، كيف فعلت هذا؟ فقالت إنما نطيعك لطاعتك لله، إنما نطيعك لطاعتك لله، فإذا غفلت عن الله أبين طاعتك. إذا توبك شغلك شوي نحن ما منطيعك، منطيعك ما دمت مع الله، فأما تغفل عن الله أولي على الآمة. إذا كان توب دقيقة نظر له توبه صاط، وهو نبي نزل بساط الريح أنه هي معصية، انشغل بتوبك بدك تكون مع الله، فاللي رفعك على الهوى مين، واللي سخر لك الهوى مين، واللي حملك على الهوى مين، فبتنشغل عنه. فمعنى ذلك يا ابني التوبة، التوبة في نوعين، توبات الذنوب والخطايا الله يحمينا وإياكم منها، والتوبة الكبيرة هي أن تتوب من الزلة والخطأ والغفلة عن الله عز وجل. وإذا كان ما حسنت الله عز وجل بيبعث لك من عنده ما يمحو الخطايا، إذا ناوي ناوي الله يغفر لك الله بيمحي لك، لكن بإيش؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كثرت ذنوب العبد، إذا كثرت ذنوب العبد ولم تكن له أعمال تكفرها، ما ندم ما تاب ما استغفر ولم تكن له ذنوب ولم تكن له أعمال تكفرها، أدخل الله تعالى عليه الهموم، بيبتليك بالهم بالغم، قال فتكون كفارة لذنوبه. أنت ما عم تتوب، ما عم ترجع إلى الله، والله بيحبك، وكلما شدت عليك دليل أنه الله بيحبك. شوفوا أحبابي، في واحد بينزل للشغل بده يشتغل مسكرة من هون من هون ما عم تنفتح، ليش؟ لأن الله يريدك، الله يريدك له وأنت مشغول عنه، فخفف لك الحياة، عم يقول لك بس ارجع قول يا الله، نادي التجئ، عم ينام لضحوي طيب، ولا بيستغفر ولا بيندم ولا، فعقوبة بيقلل لك الرزق بشد عليك حتى ترجع إلى الله. فالمؤمن دائما بده الله، دائما استعين بالله واستغفر الله عز وجل، ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا. فبتوبوا إلى الله، يعني نحن نعمل اليوم التوبة
أي التوبة الروحية، نتوب إلى الله من الغفلة، وهي بدها ذكر الله. يلي بده يتوب من الغفلة بده يشتغل بذكر الله. والغافل في الإسلام أقل منزلة من البهائم، الغافل في الإسلام أقل منزلة من البهائم، لقول الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهل بهالجلسة كل يوم إن شاء الله لح يكون في إلكم درس جديد في السلوك، لعلنا إلى آخر رمضان نكون فتحنا لكم أبواب إن شاء الله لتتقربوا بها إلى الله. وأكمل العارفين بالله رضوان الله عليهم، العارفين بالله تجدهم يقفون في الصلاة، مو مثل حكايتنا لحنا صلي فضل إن شاء الله أكبر، لا، قبل الصلاة بتلاقي عم يستغفر. كان الشيخ أمين رضي الله عنه هو شيخنا كمان الله يرضى عنه، لما كنا نوقف ورم منه نصلي كان يوقف أكثر من دقيقتين وهو يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. مع أنه قاعدين معه نحن من الفجر للظهر، ما غبنا عنه، ما غبنا عنه، بين تلاوة للقرآن وبين تعليم وبين ذكر. طيب منين الخطيئة؟ أستغفر الله وأتوب إليه. ثم يقول: أستغفر الله من جميع ما يكره الله، أستغفر الله مما نطق لساني، أستغفر الله مما نظر عيني، أستغفر الله مما حاك في صدري، أستغفر الله. إيشو صاير كل هاد؟ إيشو في؟ فمرة أنا قلت لسيدي: طيب والله ما عملتوا شيء. قال لي: يا ابني عندكم ما عملنا شيء، لأنه أنتم تشوفوا القشر البراني، أما الله ينظر إلى القلب، فخشيت أن يكون القلب مال لغيره طرفة عين، فعما نتوب إلى الله نستغفر من ميل القلب طرفة عين. وين بيقولوا؟ وين الدنيا وين أهلها؟ لا والله، وين أهل الله وأولياء الله؟ وين يلي أمثالي الغافلين؟ وين هاد وين هاد؟ في وقت الصلاة استغفار، التجاء، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله مما يكره الله، مما نطق لساني، مما نظرت إليه عيني، مما حاك في صدري من خاطر وسوسة. إذا كان شو بده يكون ملاك؟ ما بصير الإنسان ملاك، لكن بده يتغسل قبل ما يدخل على الحضرة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فقبل ما يدخل للحضرة عم يتطهر، عم يتنظف. وهذا معنى قول الله تعالى: قد أفلح من تزكى. هي التزكية، طهر روحك قبل ما تدخل للحضرة، فإذا دخل إلى الحضرة وهو طاهر أفاض الله عليه من أنواره وتجلياته، فيصلي صلاة لا يفكر بغير الله. هي صلاة العارفين العاشقين. أما نحن لا نستغفر ولا شيء، حتى بعد الصلاة صرت كمان أنت ما عاد تستغفر، عم تصلي وتفز دغري تمشي. لك ابني توب إلى الله، أنت بين إيدين الله، استغفر. قبل الصلاة استغفار، بعد الصلاة استغفار. وكلنا يا أحبابي بدنا نلقى الله بكرة، صحيفتنا بدها تنعرض، فإذا صحيفتك بيضة نيالك، نيالك، نسأل الله القبول. وإذا كانت الصحيفة وسخة هنيك ما لح تتنظف بالمي، هنيك ما في إلا الحمام، بدهم ياخذوك على الحمام والحميم والحمى والحمى، بدهم ياخذوك لهديك بكرة. فمن الآن نتوبوا إلى الله، قبل الصلاة استغفروا، بعد الصلاة استغفروا، ولا تنسوا الاستغفار في عمل من الأعمال.
فأي حركة من حركاتك أشغل على لسانك أستغفر الله وأتوب إليه. شغلوا هي دائما، شغل دائما أستغفر الله وأتوب إليه، فلعلها أن تأتي ساعة فيغفر الله لك ما قدمت وما أخر. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن شاء الله بتوفيق الله كل يوم أنا معكم، أرجو الله عز وجل أنا غدا كمان لحصل لي هون معكم، والله يوفقنا بتموا ماشيين معنا كل يوم إن شاء الله في طريق جديد. ففي المساء رح ناخذ السلوك في طريق التوجه إلى الله، وفي الصباح آداب الشريحة المطهرة. فعندكم مساء سلوك إلى الله، وصباحا آداب الشريعة الإسلامية. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. منكمل صلاة التراويح لمن أحب أن يصلي معنا. كاتب شيء ما طلع شيء. يا الله.